أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد. أنا كنت حابة أعمله لايف بس للأسف الشبكة خذلتني، فتمام مفيش مشاكل، هعمله لكم بفيديو وإن شاء الله تحضروه. مشتركين اللي بحبهم أنا بكبر بيكم ومعاكم، فلو حابين تشوفوني كمان وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك والتفاعل في الكومنتات، واكتبولي لو عاوزيني ألعب لعبة تانية انتوا بتحبوها. واللي لسه ما اشتركش انت مستني ايه؟ اضغط زر السبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد وتحديات جديدة حلوة قوي 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 هتكون معانا. دلوقتي انا حبيت اجرب GTA 5، انا كنت بلعبها زمان بس نشوف بتاعت التليفون عاملة ايه. دلوقتي انا هفتح كل اللي انا مفروض اخدهم، فتحت بتاع اول يوم وده تاني يوم، فدلوقتي بنظبط الشخصية نلبسه. تمام، حلو انه فيها لبس. تمام، دي المهمات. شجعوني عشان احاول اوصل لنصهم، هم 10 مهمات فشجعوني عشان اوصل لنصهم ان شاء الله. يلا تحدي معايا، هستنى تفاعلكم لايكاتكم وكومنتاتكم. نعمل ستار. بصوا الصندوق ده، يعني كل ما نلاقي حاجة زي كده هنلاقي فيه سلاح، عشان انا في زي الحرامية او النصابين بضرب عليهم. تمام، فكل مكان بلاقي فيه كده اخده. دلوقتي انا مفروض بستنى اتصال، بيجيلي اتصال وبيقولي اللوكيشن بتاع القنبلة اللي انا مفروض افرتكها فين، فهنستنى كده. بس اللي كانت في الكمبيوتر احلى، ليه؟ كنت بتضرب اي حد، اي حد بتضربه تاخد عربيته وتاخد الموتر، بتعمل كل حاجة. طيب فين؟ ومعلومة برضو حلوة للي بيلعبها، انا جربتها بالنت ودلوقتي انا شغلاه من غير نت، فمن غير نت افضل بكتير، بتعلق بالانترنت، بتعلق كتير 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 جدا. بصوا اهو اتصال جالي دلوقتي هيقول لي اللوكيشن في المكان الفلاني. تمام، يعني انا هنا مفروض امشي يمين. خلاص، فدلوقتي هجري، هفعل زر الجري قريبة خالص اهو انا شايفاها. نوقف الجري عشان المفروض بيبقى برضو تعملوا حسابكو انه اللي حطها بيكون حوالين المكان. تمام، فممكن يضربني. تمام، انا تميت الاولى. دلوقتي برضو بيجيلي اتصال بس انا عاوزة اسيب مسدس في ايدي عشان ممكن في اي لحظة يطلع لي واحد. تمام، دلوقتي هستنى اتصال برضو، نلف كده استنى اتصال من اي حد هيتصل بيا يديني لوكيشن جديد. دلوقتي انا خلصت، بص في حد بيضرب عليا. فين؟ قتلته. طب الحمد لله، بصوا روحي كانت هتبتدي تنقص بس انا كده قتلت واحد. تمام، هاخد من روحه الجاكيت بتاعه، هو. تمام، خلينا على المسدس ده. حلو، فاهمين، فهمتوا التركيبة بتاعتها ازاي. دلوقتي بس نمشي على المكان ده، ممكن الاقي زيادة للسلاح عشان انا تقريبا صرفت نصه. خلاص
هو بيوريك في الخريطة برضو. نرد الاتصال، يدينا اللوكيشن التاني. طب دلوقتي مفيش حاجة كده يعني. اوكي نو اللوكيشن التاني، هرجع بظهري يعني. اوكي تمام، نفعل زر الجري. اهم حاجة ان احنا نفعل زر الجري لانه هو بطيء سنتين. خلاص هو هنا تقريبا من ورا، انا هفعل زر الجري عشان اختصر. مقفولة. برضو مقفولة. نطلع هنا، نرفع لفوق. نط تقريبا، ننط من هنا. مش مشكلة. قربت. وصلت. برضو اعمل حسابي لانه ممكن يبقى هو موجود هنا. اوقف زر الجري، اوقف زر الجري كده واعمل حسابي. بصوا مفيش جمجمة، يبقى هو مفيش. تمام اوكي، بدخل شفرة كده خلاص. كده ايه المفروض بتنفجر. طيب ندخل نبص على الصندوق ده. نزود الروح. تمام، مشروب. تمام، نشرب دلوقتي الطاقة، هي 100%. ناكل التفاحة برضو. المفروض بس بيجي لي اتصال برضو عشان يوريني دي كده المهمة التانية. خلصتها. اتصال جالي في نفس الاتجاه اللي انا ماشية فيه. تمام نو اوكي، نكمل. فعل زر الجري اهو انا شايفاه. نوقف زر الجري. نضغط عليها كده، نفك الشفرة برضو. انا قتلت واحد من هما 5 تقريبا الاعداء. تمام، ففي واحد قريب مني، ابقى جاهزة. ده هو تقريبا. لا هو قريب خالص. المفروض بيجي لي اتصال تاني. هو ده تقريبا.
دلوقتي قتلوني كده، انا خسرت. كده انا خسرت المهمة، بس كويس كتاني ليفل، يعني تاني مرة العبها حلو قوي. عديت زي 3 أو 4 مش فاكرة، بس هي كتجربة حلو قوي. بنصح كل الناس اللي هتحملها ما تلعبوهاش والانترنت مفتوح، بتعلق بتعلق بتعلق، انما والانترنت مقفول زي ما انتوا شايفين اهو في الفيديو معلقتش معايا خالص. وهستنى تفاعلاتكم، لايكاتكم وتعليقكم، واللي لسه ما اشتركش ياريت ياريت يشرفني في القناة ويضغط على زر السبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. تمام، فانا هكتفي النهاردة بكده، ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ونلعبها مرة تانية ان شاء الله.